صراحة في احتفالية اليوم بخصوص اليوم العالمي لمرضى الإيدز، واللي من شأنه يوعي الناس بمدى خطورة مرض الإيدز ومكافحة مرض الإيدز، وفي نفس الوقت التعايش مع الأشخاص المصابين ودعمهم وعدم تمييزهم أو إظهار الوسم. الرسالة اللي اليوم تكون مهمة جدا لمؤسسات الدولة أن هي الالتفات لمكافحة هذا المرض بتوفير مشغلات التحاليل للكشف على فيروس الإيدز وتشخيصه، وكذلك الأدوية للمرضى اللي من شأنها صراحة تحسن مستواهم الصحي في خلال فترة الإصابة. المختبر الطبي المرجعي طرابلس طبعا من الجهات المهمة في تشخيص مرض الإيدز باعتبار الجهة المخولة رسميا بعملية المصحات الخاصة بالشهادة الصحية وعقود القران والمرضى، واللي تتجه لمعظم مستشفيات أو مؤسسات الدولة في حالات التأكد من الإصابات. المطلوب دعم المرفق هذا ومرافق تانية بالخصوص بتوفير مواد تشغيل، بتوفير التدريب العالي للعناصر حتى نتمكن من إعطاء نتائج تكون نتائج مهمة ونتائج تأكيدية اللي من شأنها الحد من انتشار هذا المرض، ومن شأنها تشخيص الحالات ومتابعة علاجهم من خلال توفير التحاليل المطلوبة. نشكر المركز الوطني والجهات القائمة على الاحتفال. مشكورين.